إذا متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل انطلق وعلى بركة الله الشوط 11 للقاء يا الأبكار من المسافة ألا وهي 4 كيلومترات هي رحلة البداية ورحلة البحث عن الفوز وعن الانتصار من هنا من مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن لعام 2023 المقام على أرضية هذا الميدان ميدان الطايف لسباقات الهجن. ننطلق وإياكم ونندفع مع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الانتصار وعن النماس وعن الفوز في هذا الصباح. انطلق مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات. من ينطلق مع المركز الأول؟ شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع انطلاقة الوثبة ومع اندفاع الوثبة. من تنطلق مع المركز الأول والمركز الثاني؟ هنا شعار في هذه اللحظات من يتقدم وينطلق شعار رايد بن سعيد بن يسلم الصيعري مع انطلاقة مرضية ومع اندفاع مرضية على المركز الثاني. المركز الثالث من تسللت واحتلت المركز الثاني وغيرت إلى المركز الأول؟ شعار عبد الله بن شامس بن عتيق العامري مع انطلاقة الشايبة واندفاع الشايبة. المركز الرابع ورابع التحديات هنا يتقدم في هذه اللحظات شعار مثقال بن سعد بن محمد المساعره الدوسري مع انطلاقة الشاهنية واندفاعة الشاهنية على المركز الرابع والمركز الخامس. الواصل والمتقدم في هذه اللحظات من ينطلق؟ شعار فيصل بن عبد الله بن صلاح الجهني مع انطلاقة النواعس واندفاع النواعس على المركز الخامس. نعود وياكم مباشرة إلى البداية وإلى الصدارة بعدما أتممنا لكم النداء للخمسة المراكز المتقدمة. نعود إلى المركز الأول وإلى انطلاق عبد الله بن شامس بن عتيق العامري مع انطلاقة الشايبة ومع اندفاع الشايبة على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى البداية. يتقدم بن شامس ليقدم لنا اندفاع الشايبة الباحثة عن الانتصار وعن النماسة في هذا الشوط. والمركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والمتواجدة هنا مرضية لرايد بن سعيد بن يسلم الصيعري. يتقدم شعار بن الوارد ليقدم لنا اندفاع مرضية مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات ثالث المراكز. الواصل والمتواجد هنا والقادم مع انطلاقة النواعس هنا شعار فيصل بن عبد الله بن صلاح. يتقدم الجهني مع انطلاقة النواعس ومع اندفاع النواعس على المركز الثالث. المركز الرابع ورابع التحديات القادم مثقال بن سعد بن محمد الدوسري مع انطلاقة الشاهنية، ولكن من تدخلت وغيرت إلى المركز الرابع بشعار محمد بن بخيت بن هديب الجربوعي. يتقدم شعار الزعيري ليقدم لنا اندفاع ساس وانطلاقة ساس على المركز الرابع، غيرت إلى المركز الثالث وتتقدم في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى المركز الأول. نعود إلى الصدارة وإلى البداية وإلى المركز الأول. من تنطلق هنا وتندفع الشايبة مع المركز الأول؟ يتقدم شعار بن شامس ليقدم لنا اندفاع الشايبة عبد الله بن شامس بن عتيق العامري، ولكن غيرت ساس احتلت المركز الأول. تتقدم بشعار محمد بن بخيت الزعير المري مع انطلاقة ساس، غيرت واحتلت المركز الأول وانطلقت واندفعت في هذه اللحظات. هنا تنطلق ساس مع المركز الأول، أيضا مرضية قادمة بكل قوة بشعار رايد بن سعيد بن يسلم الوارد الصيعري هو القادم على المركز الثاني. الشايبة تحتل المركز الثالث، القدوم من سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري مع انطلاقة الغزيل، أيضا محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري مع انطلاقة جريمة. أوصلت جريمة في هذه اللحظة
اللحظات وتسللت من مركز إلى مركز. القادم هنا تقدم محمد بن عبد الرحمن بن فالح المخاريم الدوسري، تنطلق في هذه اللحظات عز بشعار بن كوري، ولكن الله يتحدي والصراع في هذه اللحظات. وعلى مقدمة الشوط انطلقت جريمة مع المركز الأول، انطلق شعار محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري مع المركز الأول. من يقدم لنا اندفاع جريمة مع المركز الأول؟ ساس على المركز الثاني القادمة بكل قوة، وأيضا شعار الكابتن حضر بشعار ليقدم لنا وفاء، وصل عوض بن صالح بن محمد بن عفيشة، ولكن وين جريمة؟ وين انطلقت مع المركز الأول؟ يا السلام على هذا الاندفاع وعلى هذا الانطلاق. الشايبة قادمة بكل قوة، راقبوا تحركات الشايبة مع المركز الثاني عبد الله بن شامس بن عتيق العامري، ولكن جريمة والشايبة واللحظات الأخيرة آخر الأمتار الشايبة غيرت. يا السلام على هذا الاندفاع وعلى هذا الانطلاق عند الأمتار الأخيرة، عبد الله بن شامس بن عتيق العامري بطل هذا الشوط. سلام يا دولة الإمارات على هذا الانتصار. قدم لنا الشايبة لتنتزع المركز الأول ونماسي هذا الشوط. ثاني المراكز شعار في هذه اللحظات محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري مع جريمة، والمركز الثالث عبد العزيز بن سيف في هذه اللحظات بن علي بن سويلم الاكتبي مع صوغة من احتل المركز الثالث. المركز الرابع شعار سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري مع الغزيل، والمركز الخامس أيضا. متابعينا الكرام نعود بالتهنية وبالنوماس لمالك الشايبة عبد الله بن شامس العامري، قدم لنا العرض الممتاز والأداء الكبير من قدم لنا الشايبة لتحسم النوماس في الأمتار الأخيرة. تهانينا والنوماس يا عبد الله يا بن شامس يا مالك الشايبة من قدمت العرض الممتاز. والتوقيت الزمني 6:32:98 المركز الثاني محمد بن طحنون الجبران المري مع جريمة، والتوقيت الزمني 6:34:15. المركز الثالث في هذه اللحظات شعار عبد العزيز بن سيف بن علي الاكتبي من قدم لنا صوغة، والتوقيت الزمني 6:35:82. المركز الرابع شعار سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري من قدم لنا الغزيل، والمركز الخامس شعار عوض بن صالح بن محمد بن عفيشة من قدم لنا وفاء. نعود بالتهنئة والنوماس لمالك الشايبة من ظفرت بالنوماس وأرسلت التهاني إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا يا عبد الله يا بن شامس يا بن عتيق العامري على هذا الفوز الصباحي الجميل. تهانينا لجميع الفائزين وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ. الشوط القادم بصوت الزميل عبد الله بن جمعان الهاجري فليتفضل له الكلمة، ولكم حسن الاستماع. I'm